السلف رحمهم الله كانوا يعرفون قدره، كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم هذا الشهر، فإذا انصرم دعوه في 6 الباقية أن يتقبله الله منهم، فتضيع الصلوات والسهر بالليالي دون ما فائدة، والله هذه ليست بحياة. إذا صمت كما قال جابر رضي الله عنه ورحمه، إذا صمت فليصم سمعك وبصرك عن المحارم، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء، ودع عنك أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار.